مرة أخرى بنعود بعد هذا الموجز، الموجز كله انتخابي وكله بيتعلق بالانتخابات والحياة بقى لونها انتخابي. هنخرج الموجز شكله هيتغير إمتى؟ يعني أنا باخد من الموجز اللي قالته زميلتي دلوقتي لاقي كله بيتكلم عن الانتخابات، الناس مش هنعيش في انتخابات على طول، عايزين ننطلق. الأدوات اللي ننطلق بها للمستقبل من خلال الإعلام بصفاتكم أنتوا الاثنين إنجاز التعبير إعلاميين سواء في القطاع المرئي أو القطاع المكتوب، وسياسيين ومهتمين بالشأن العام، إزاي أدي مدونة سلوك للإعلاميين علشان نساعد البلد تنطلق إلى الأمام والموجز يتغير. لازم يبقى في ميثاق شرف معروف للناس كلها، ما ينفعش يعني إحنا عندنا يعني نقول إيه، مش الرقابة، في حاجة داخلية، التزام بالأخلاق، بالمهنية، بالمصداقية، بالحقيقة. في ناس ما عندهاش الكلام ده كله. أنت تشتكي لمين؟ نشتكي لمين يا أستاذ حسين؟ هقفل بنشتكي لمين؟ أستاذ حسين. الحقيقة القانون الموحد للصحافة والإعلام مش هو الحل، هو وضع الحل في مواد محددة تتعلق بالمحاسبة، والمحاسبة من خلال النقابات، يعني الصحفي يحاسب أمام نقابة الصحفيين، والإعلامي ما فيش نقابة بينص على ضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين وميثاق شرف. زي ما في ميثاق شرف صحفي، في ميثاق شرف إعلامي، هو ده يعني نحن في الإعلام بنطالب بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين، ونحن لا نحاسب ولا نراقب وليس علينا رادع. الأستاذة فاطمة فؤاد شرفتيني، الله يخليك، بجد شرفتيني. الأستاذ سيد عبد الرازق شرفتيني في هذه الساعة الإخبارية في قناة دريم في مصر تقرر، وبننتظر قرار مصر وننطلق إلى الأمام بإذن الله. مشاهدينا الكرام، بهذا أكون وصلت إلى ختام هذه الساعة الإخبارية في مصر تقرر. أترككم لزميلتي رشا نبيل بعد قليل لتتواصل معكم في مصر تقرر والساعات الحرجة في انتخابات البرلمان 2015.